فضيلة الشيخ سلام عليكم وأهلا وعليكم السلام. بحضرتك. أهلا وسهلا. قبل ما نبدأ في موضوع حلقتنا النهاردة وزي ما تعودنا السؤال الخاص بشهر رمضان المبارك والسنن اللي الرسول عليها أفضل الصلاة والسلام كان مواظب عليها في شهر رمضان هي إيه؟ كان شيء أساسي في شهر رمضان عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة والسلام على سيدنا الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه الذي بذكره تطيب المجالس وتنور القلوب والعقول، تلاوة القرآن. وكان تلاوة القرآن مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام، كان يدارسه القرآن كل ليلة. وكان الإنسان دائما يعني كلما أنعم الله عليه بنعمة الوصل والقرب كلما كان سخي اليد كريم العطاء، لأن الإنسان دائما يقابل نعم الله بالشكر. يعني كون الله سبحانه وتعالى يجعل سيدنا جبريل كل ليلة يدارس الحبيب صلى الله عليه وسلم القرآن، هذا فضل من الله وإعلاء لشأن الحبيب صلى الله عليه وسلم، علو على علو. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقابل هذا كان أجود بالخير من الريح المرسلة، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلوات ربي وسلامه عليه. من هنا جاءت قراءة القرآن لنا سنة في هذا الشهر الكريم، نحن ننظر في كتاب الله كثيرا، نكون لنا علاقة مع القرآن الكريم، نختم إن استطعنا ختمة واثنين وثلاثة إلى أكثر من ذلك. مش عشان القرآن نزل في شهر رمضان طبعا، ده بركة تانية، ده شيء آخر. كون القرآن نزل في هذا الشهر الكريم ده كرامة أيضا واصطفاء لهذا الشهر الكريم. فده من الأشياء الواضحة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو في شهر رمضان في النبي صلى الله عليه وسلم في عمر النبي. تأخير السحور سنة عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بيّن وأمرنا بأن نعجل الفطر وأن نؤخر السحور حتى الإنسان يكون قوي. معنى تعجيل الفطر أعجل يعني ما عودش بقى، يعني المغرب أذنت خلاص، يعني أبتدي إيه يعني أسارع إلى الإفطار. الناس اللي بتصلي المغرب قبل ما تفطر يفطر على شيء ثم يذهب إلى الصلاة، أو يقوم يصلي في بيته مثلا بأبنائه وبعدين يرجع يكمل تاني. فده أمر. الأمر الثاني إن احنا بنترك أمر السحور، وده كان سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيّنها، إن في السحور أو تصحروا فإن في السحور بركة. إيه البركة بقى في السحور؟ البركة بركة بدن وبركة اتباع. بركة بدن الإنسان بيحس بقوة في البدن، وبركة اتباع لأننا اتبعنا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها أفضل، وفي اتباع يعني كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم أفضل البركات. صحيح. عليه أفضل الصلاة والسلام.